لسنهجنا أبناء القبائل عبر قناة ياسر الرياضية، حيث من تتابعون ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الثاني في تعداد هذه الأشواط المخصص للأبكار المهجنات الأصائل. نذهب مباشرة إلى مسار وانطلاق هذا الشوط لنتعرف على المراكز العشر المتقدمة من خلال مسيرة هذا الشوط. مقدمة الشوطة مباشرة اللي في المركز الأول من تاتي على الصدارة في شوط الأبكار المهجنات الأصائل، تتقدم وجنة ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري، من يقدم لنا وجنة مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز وشل سالم بن سيف بن كليب الكتبي، من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث تقدم ممتاز في هذه اللحظات من تاتي وجدة أحمد بن سعيد النيادي، من يقدم لنا وجدة مع المركز الثالث. رابع المراكز الوثبة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا الوثبة مع المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الخامس لناتي بالمراكز العشر الأوائل المنطلقة من تزين أرضية هذا الميدان. خامس المراكز مياحة عبيد بن سهيل بن خيرات العامري، من يقدم مياحة مع المركز الخامس. المركز السادس تنطلق النايفة سالم بن محمد بن راشد المزروعي. سابع المراكز من يتقدم بو حمد بشعار الشبل أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، يقدم لنا هذا الاسم لشنذارة من تاتي مع المركز السابع. ثامن المراكز تنطلق في هذه اللحظات وتتقدم بهذا التقدم الممتاز بلقيس محفوظ بن خميس آلي نيبي، ومن الجانب الآخر نوف عاطف بن عطية بن حسن القرشي، من تتقدم في هذه اللحظات. تاسع المراكز القادمة والمنطلقة مشاهدين الكرام مع المركز التاسع تاتينا سيوف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. عاشر المراكز الذيبة مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري. هكذا النتيجة والنداء الأول للثنايا المهجنات الأصائل، أذعناه كاملا مكمل من المركز الأول وحتى المركز العاشر، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة ومع المركز الأول. الوثبة الوثبة من غيرت مجرية الأمور ومجرية هذا الشوط إلى مقدمة الشوط بشعارك يا أبو مانع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، هذا الشعار الذي يعرف الطريق جيدا للرموز وإلى الذهب بقيادة حميد بن محمد بن رامس اليحافي، من يتابع لنا هذا الشعار مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز وجنة ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري، من يقدم لنا وجنة مع المركز الثاني. المركز الثالث وشل سالم بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، من يقدم هذا الشعار ممثل المدام يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع انطلاقا مباشر من وجدة أحمد بن سعيد بن عامر النيادي، من يقدم هذا الاسم الأربع اللي لقى مع المقدمة والصدارة مع الانفراد الكلي للغاية في مقدمة الشوط ومع قيادة المسيرة للأبكار الثنايا المهجنات الأصائل. نشوف اللي في المركز الخامس نرى بن خيرات قادم ويقدم هذا الاسم لمياحة عبيد بن سهيل بن خيرات العامري، من يقدم هذا الشعار أهل مصانع الجنوب يتقدم ويقدم لنا مياحة مع المركز الخامس. المركز السادس سادس المراكز نوف عاطف بن عطية بن حسن القرشي، يتقدم مباشرة ويقدم لنا من ثلاث حروف مع المركز السادس. المركز السابع سابع المراكز تنطلق مباشرة وتاتي النايفة سالم بن محمد بن راشد المزروعي، من يقدم هذا الاسم تتقدم في هذا الانطلاق والمسار. ومن الجانب الآخر أرى مشاهدين الكرام اللي هي بلقيس محفوظ بن خميس النيبي، من يقدم هذا الاسم وشل تتقدم وشنذارة من الجانب الآخر، شنذارة تعود الملكية لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يتقدم بهذا الشعار مع المركز الثامن. تاسع المراكز سيوف محمد بن عتيق
بن زيتون المهيري يقدم سيوف ويقدم لنا الدانة مع المركز العاشر. هكذا النداء الثاني لنا عوده مع الصدارة، لنا عوده مع المقدمة، مع المسار الأول والانطلاق الأول وسكان المقدمة. الوثبة الوثبة من ترقص على أرضية ميدان الوثبة، أهل جميرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم الجموع، يتقدم بهذا الانطلاق المميز الذي تقدم لنا الوثبة مع المركز الأول منذ انطلاق الشوط، وهي مسيطرة مع البداية ومع الصدارة. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني وشل سالم بن سيف بن كليب الاكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث وجن ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري، ولكن مشاهدين الكرام وجد تتقدم إلى المركز الثالث مباشرة بشعار حميد بن سعيد بن عامر النيادي. من يقدم لنا وجد وتقول أنا موجودة أن تهديها المغافة، هذا الشعار ياما وياما هداهم السلام والفوز والنواميس. شعارك يا أبو سعيد القادمة هناك نوف عاطف بن عطية القرشي يقدم لنا هذا الاسم. الوصول والقدوم من الجانب الآخر، الذيبة الذيبة أول إذاعة للذيبة وصل مشاهدينا الكرام. أبو سعيد مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري يقدم لنا الذيبة، ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات، ولكن الوثبة 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 ما زالت المسيطرة المنطلقة مع البداية. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يا سلام، ولكن وشل 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 تقدمت، وشل انطلقت، غيرت موازين الشوط. بن كليب أعلن الحضور في هذا الصباح، يبي السلام لأهل المدام، يبي السلام لهذا الشعار اللي يعرف الرموز بالفعل. شعارك يا أبو هناد يا بن كليب يا سلام مع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني الوثبة خليفة بن سلطان بن رشيد، وجد تتقدم، تسللت وجد، دخلنا الأجواء للكيلو الأخير، طرقنا الأبواب للكيلو متر الأخير. وجد وجد أحمد بن سعيد النيادي من يقدم وجد، وتاتي نوف عاطف بن عطية بن حسن القرشي، وهناك الذيبة مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري. ولع الشوط، ولع عن الأبكار الثنايا، المهجنات الأصايل وصدرت الأوامر، ولكن بدون تعليمات بالفعل. هناك وشل ووجد، وجد وشل، وشل وجد، وشل بن كليب يا سلام، وجد مع المركز الثاني بشعار حميد بن سعيد النيادي يا سلام. من يقدم لنا وجده مع المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن وشل من الجانب الآخر، صدرت الأوامر، انطلق مشاهدين الكرام. بن كليب بن كليب من يقدم لنا وشل وشل وشل، وجده مع المركز الثاني. الناموس وين؟ الفوز وين؟ وشل بدون أي تعليمات، وشل بدون أي أوامر. نقول المدام المدام صب عليهم بالخير، بن كليب صب على أهل المدام وأصدر أوامره وانطلقت وشل. سلام بن كليب، سلام سلام سلام، كفاية كفاية عرض وأروع مشاهدين الكرام بهذا الانطلاق المميز. سلام المدام سلام. هنا مشاهدين الكرام وشل، تهانينا والناموس لك يا سالم بن سيب بن كليب الكتبي. المركز الثاني وجده أحمد بن سعيد النيادي. المركز الثالث من أتت نوف عاطب بن عطية القرشي. المركز الرابع الذيب مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري. خامس المراكز الدانة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تابعت العرض المميز الذي قدمت لنا وشل مع الأمتار الأخيرة، تهانينا والناموس. والتاني لمالكها سالم بن سيف بن كليب الاكتبي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والتقدم الممتاز. التوقيت الزمني تسجل التوقيت الأفضل والممتاز. هنا مشاهدينا الكرام توقيتنا الزمني 9 دقائق 19 ثانية 9 من الأجزاء، تسجل التوقيت الأفضل في هذا الصباح. سلام بن كليب، سلام المدام، سلام 9 دقائق 21 ثانية 9 من الأجزاء. وجده حميد بن سعيد النيادي. نوف 9 دقائق 22 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالكها عاطف بن عطية القرشي، ولكن الفوز والناموس والتوقيت الممتاز والأفضل في هذا الصباح يذهب إلى بن كليب. تهانينا والناموس مالكها وشل سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي، وسلام المدام، سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضر